نحن هنا أمام مبنى صندوق النقد الدولي، حيث عقدت اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. والحقيقة إن الجو الرائع اللي احنا فيه ده جو الربيع في واشنطن، واللي الشجر ابتدى يعني يكتسي بألوان جميلة زي التشيري بلوسمز، ألوان كل ألوان الربيع. هذا المناخ لم ينعكس على توقعات الاقتصاديين في الداخل حول الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة، وبدت توقعاتهم أكثر تشاؤمية. معدلات نمو متباطئة، بنتكلم في 3.2%، لسه في مشكلات، لسه الصين متراجعة، في قلق من خروج بريطانيا من المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي، وطبعا منطقة الشرق الأوسط كانت حاضرة في الاجتماعات. ديفيد ليبتون النائب كريستين لاجارد أو نائب مدير صندوق النقد الدولي تحدث إلينا بالتفصيل عن توقعاته للاقتصاد العالمي، وكان أيضا يشغل منصب المساعد الأول أو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي أوباما. سيد ديفيد ليبتون، أشكرك لوجودك معنا على سي بي سي، ودعني أبدأ بسؤالك عن توقعاتكم لمعدلات النمو العالمي لهذا العام. بتكلموا عن 3.2%، ولكن بوتيرة تباطؤ في المرحلة القادمة، لماذا؟ We've lowered our forecast by a little bit. أعتقد أن الاقتصاد العالمي يتنامى، ولكن هذا النمو بطيء، وأيضا نعتقد أن المخاطر متقلبة صعودا وهبوطا، وتوصياتنا للأعضاء هنا في هذا الأسبوع أن الوقت قد حان هنا لاتخاذ إجراءات لتعزيز النمو ولتعزيز التعافي ولمحاولة أن تقليل المخاطر حتى لا تحدث صدمات للاقتصاد. حتى الآن قلنا بأن السياسات النقدية والدعم الاقتصاد هناك الكثير لاتخاذه لتوسيع نطاق السياسات. البلدان تحتاج إلى استخدام تدابير نقدية ومالية لتعزيز الاقتصاد على النمو. أيضا في الأسواق الناشئة ليس هناك وصفة واحدة، كل بلد لها ظروفها، بعضها قد حققت أضرارا بسبب انخفاض أسعار النفط وبعضها استفادت، وبالتالي لكل بلد ظروفه. أيضا الاقتراحات التي تم تقديمها للأسواق الناشئة تختلف من حالة إلى حالة، لكن للأسواق الناشئة وللعديد من البلدان من المهم أن يتخذوا إجراءات سليمة وأيضا خطوات هيكلية طويلة المدى، لأن المهم لهذه البلدان في هذه المنطقة مثل مصر أن يكون هناك اقتصاد أكثر ديناميكية بمرور الوقت. بخلاف الصين، ما هي الأسباب لهذا التباطؤ في رأيكم؟ النمو الاقتصادي المتقدم قد تباطأ. الولايات المتحدة تحقق تقدما أقل من التوقع، أيضا اليابان أقل من المستوى المطلوب، وذلك أيضا بالنسبة للصين. فأيضا أسعار النفط كان لها تأثيرا واضحا على الدول المصدرة، فذلك يؤثر على تعاونها في هذا المجال. أيضا هناك تباطؤ في الاستثمار في الطاقة وفي أيضا السلع المرتبطة بهذا القطاع. أعتقد أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على البلدان في قطاعات محددة لهذا التباطؤ في الأسواق الناشئة. يبدو أنه يقلقكم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما هي توقعاتكم ولماذا يقلقكم ذلك إلى هذه الدرجة؟ نعم، من الصعب أن نعرف من إلى أي اتجاه سيؤول التصويت في المملكة المتحدة، ولكن
عدم اليقين في حد ذاته هي مشكلة، ولكن ذلك سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي إذا صوتوا لصالح الخروج من منطقة اليورو. فأعتقد بأن ذلك بالتأكيد سوف يجعل هناك علاقة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ يحتاج الناس إلى معرفة القواعد التي ستقوم عليها هذه العلاقة حتى يتم إجراء هذا الاستفتاء. بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نحن نقوم بعدد من الدراسات حتى نستطيع أن نقدم للناس منظور أفضل بشأن هذا هذه السيناريوهات، ولكن ما يمكننا القول في الوقت الحالي عدم اليقين تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي. دعني أنتقل للمنطقة، ولدينا أزمة إنسانية كبيرة جدا، اللاجئين، هناك دول اقتصادياتها ضعيفة تتحمل عبء كبير من اللاجئين. ماذا ستفعلون في صندوق النقد؟ ما هو دوركم؟ أعتقد أن لدينا دور، لا يمكننا حل المشكلة لكن لدينا دور. هناك بلدان تستقبل عدد من اللاجئين، أكثر من ربع سكان هذا البلد كما هو الحال في الأردن وغيرها من البلدان الذين يستقبلون لاجئين من ليبيا. أيضا هناك برامج مساعدات مع عدد من البلدان مع الأردن، نحاول أن نساعد بلدان في المنطقة في هذا الأمر. نعمل على مساعدة على تشجيع الأوروبيين لأن ينظروا إلى المشكلة في المنطقة بأن لها علاقة بهم، حيث هناك لاجئين يأتون إلى بلدانهم. بلدان الشرق الأوسط لا يمكنها أن توفر المسكن والغذاء لهؤلاء لهذا القدر من اللاجئين، مما يدفع عدد منهم إلى الانتقال إلى أوروبا، وبالتالي نحن نحاول أن نقدم المساعدة ونساعد الأوروبيين لأن يلعبوا دورا خاصة لمساعدة بلدانهم في هذا الصدد. في أوروبا من الواضح بأن هناك قضايا متعددة، كيف يمكن لأوروبا أن تقرر كيف سيتم مشاركة هذا العبء؟ كم مع عدد اللاجئين الذين سيستقبلهم كل بلد؟ وصول اللاجئين والمهاجرين، لقد أجرينا تحليلا أظهر بأن وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا يمكن أن يكون إضافة للبلدان الأوروبية إذا تم إدارة هذه العملية بشكل صحيح. ينبغي أن يتم برعاية هؤلاء الناس وأن يتم توفير مسكن وغذاء لهم وأن يكون هناك فرص عمل مناسبة لهم. بعض البلدان واجهت هذه المشكلة بشكل مفاجئ مما يؤثر على قوى العاملة لديها. هناك شباب لديهم الرغبة والقوى للعمل، وذلك قد يكون إضافة لهذه البلدان ولاقتصادها إذا تم إدارة هذه الجزء بشكل صحيح. أيضا الأعداد كبيرة، الاختلافات الثقافية كبيرة، وبالتالي نحن نحاول أن نساعد البلدان الأوروبية على الفرص للتغلب على هذا التحدي. سيد ليبتون، يعني دعني يعني أشرح لك كيف نرى الموضوع في المنطقة. يعني مثلا نرى تركيا تأخذ مبلغ ضخم 6 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لإعانة هؤلاء اللاجئين. هناك دول مثل لبنان ومثل الأردن مثلا اقتصادياتها ضعيفة، لا تساعدونها حتى بزيارة بان كي مون الأخيرة ورئيس البنك الدولي. هذه الدول تعاني، هناك يعني معايير مزدوجة في هذا الأمر. أعتقد أن هناك مراقبة عادلة. نحن نريد أن نجذب الانتباه إلى هذه المشكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه البلدان التي تستضيف اللاجئين. هناك صعوبات في لبنان، ليس لديها حكومة فاعلة. لبنان لديها نظام سياسي ليس قادرا على استقبال اللاجئين وخلق توازن مع الأقليات في البلدان. ليس هناك وضع دائم، هناك قيود
وبالتالي فإن الوضع معقد، هناك ظروف معقدة في بلدان محددة. بقول ذلك ينبغي القول بأن العالم يجب أن يقوم بالمزيد، البنك الدولي ينبغي أن يحاول أن يقدم المساعدة. نحن نعتقد أن العالم ينبغي أن يفعل أكثر، والبنك الدولي يحاول أن يقوم بجمع اعتمادات لصالح مساعدة هذه البلدان وتقديم الدعم اللازم والمطلوب. البنك الدولي يحاول أن يلعب دورا حددا مع هذه البلدان من أجل أن نرى منهجية ترعى وتعمل على دمج اللاجئين في هذه البلدان. ما هو دور صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي عانت من الآثار الاقتصادية للربيع العربي؟ نحن نقوم بمجموعة من الأمور. كانت لدينا مناقشات على مدار سنوات، ونقدم مساعدات فنية، وهناك صعوبات مالية نعمل عليها، ونقدم برامج دعم مالي هذه البلدان، تونس والمغرب والأردن، ونرحب بلدان أخرى تريد أن تقوم بتعديلات في السياسات وأن تقوم بتطوير النظام المالي. تونس على سبيل المثال من بين البلدان المهيكلة بشكل جيد، فهذا البلد قام بصياغة الدستور و تغيرات قانونية وحكومية. هذا البلد منفتح على التجارة والاستثمار، ويحاول أن يقوم بخلق اقتصاد أقوى والتغلب على بعض المشكلات طويلة الأمد، وجود حلول أيضا للمشكلات قصيرة المدى وعجز الموازنة. ونحن نتفاوض معهم بشأن ترتيبات مالية جديدة، ونأمل أن تكون هناك بلدان أخرى في المنطقة ترى قيما في هذا النوع من التعاون، لأن الأهم هو أيا كان الأمور المتعلقة بالسياسة فيما يتعلق بالربيع العربي، فالبلدان في المنطقة ليست منفتحة أو ديناميكية أو تقدم فرص عمل للشباب كما هو الحال في مناطق أخرى في العالم. هذا يعني بأنه لا يزال هناك فرصة كبيرة في المنطقة لتحقيق تقدم، وأنا أعتقد أنه من خلال الإصلاحات ومن خلال إدارة المشكلات المالية سيكون هناك طرقا لجعل هذه البلدان في هذه المنطقة أكثر ديناميكية وأكثر قوة، أن يكون لديها فرص أفضل خاصة بالنسبة للشباب في هذه البلدان. سيد ليبتون، دعني أسألك عن يعني كيف تلعب السياسة دورا في اتخاذ القرار في صندوق النقد الدولي؟ يعني مثلا في المنطقة الإدارة الأمريكية ترى أن تونس في المنطقة هي النموذج، لأنها احتضنت حركة النهضة، احتضنت الإخوان، وبالتالي تبقى تونس هي النموذج الذي يجب أن يساعد اقتصاديا. كيف تبررون ذلك؟ لا أعتقد أن هذه هي المنهجية التي نتبعها. عدد من البلدان الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة لديها توجهاتها، لكن المسألة تتعلق بالآفاق الاقتصادية. القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجتمع في تونس قد خلقت نوعا من الحوكمة، يبدو بأنه يخلق مساحة أكبر للإصلاح. لقد واجهوا أوقات عصيبة أيضا. أنا أقول بأن هناك وضعا مثاليا في تونس عندما يقوم بلد بإجراء إصلاحات، وهناك مجموعات غير راضية عن هذه الإصلاحات، وهناك مجموعات أخرى ترى فوائد هذه الإصلاحات. وجهة نظرنا هي العمل مع تونس بأن يتم النظر في الطرق اللازمة لتحقيق تقدم وتطوير البلد وتطوير فرص عمل وفرص للنمو، والأهم هو أن يكون هناك فرص توظيف أفضل. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها إدارة بلد. نحن لن ننظر في الوضع السياسي، نحن نساعد البلد بمجموعة مختلفة من النظم السياسية في مختلف أنحاء العالم. ليس هناك مجموعة من المتطلبات السياسية اللازمة لمساعدة بلد. المسألة تتعلق بإصلاحات اقتصادية، وهذه هي المنهجية الأكثر
الأوسع نطاقا بالنسبة لنا. نحن لم نتلقى طلبا من مصر، ولكننا نتعاون مع مصر من خلال الترتيب مع الحكومة في الوقت الذي كان الإخوان المسلمين في السلطة خلال عهد الرئيس السيسي. نحن لدينا فرق تسافر إلى مصر تواصل مناقشاتها مع وزارة المالية والبنك المركزي ومسؤولين آخرين. إذا كانت مصر تريد تدخلا ماليا من قبلنا فسوف نفتح الحوار بشأنه. لو طلبت مصر هذا القرض من صندوق النقد الدولي، ما هو السيلينج؟ يعني ايه هو سقف يعني سقف هذا القرض، كم يمكن ان يبلغ؟ نحن ليس لدينا سقفا محددا لاي بلد بعينه. نحن لدينا إرشادات بشأن حجم البرامج ذاتها. نحاول أن نكون أكثر مرونة لتوفير التمويل في ظروف بعينها. مصر تحتاج إلى تغييرات وتعديلات. نريد أن نساعد البلدان التي تريد التغيير والتعديل بشكل تدريجي وتوفير التمويل اللازم لإجراء هذه الإصلاحات بشكل تدريجي. مصر لديها مجموعة من القضايا المتعلقة بالسيطرة على عجز الموازنة بما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي. في مصر هناك تطورا كبيرا قد حدث، زيادة المرونة، وأيضا فيما يتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية، وأيضا هناك خطوات سوف تساعد البلد على التغلب على هذه المشكلات. أيضا هناك حاجة للتعامل مع التدخلات التجارية من هذا الشأن. هناك خطوات هامة تم اتخاذها في مصر، وإذا كانت مصر تريد أن يكون هناك علاقات رسمية أو مشاورات فهذا موضوع يمكن أن نناقشه. هل ستكون هناك اشتراطات، متطلبات، برنامج طبعا لهذا القرض؟ أفضل الظروف للتعامل مع البلدان هي أن يكون هناك الملكية وحاجة للتغيير ودعم هذا التغيير. بالنسبة للبرنامج يحتاج إلى حوار. بنهاية المطاف فإن التنفيذيين ينظرون في التغييرات التي ستطرأ على البلد وما هي التعهدات من قبل هذا البلد. لا نقول بأن هذه الشروط، ولكن عندما تقوم بلد بتبني برنامج إصلاحي فأعتقد هذا هو الشيء السليم لأي بلد. نحن نأمل أن تأتي مصر تتبنى عملية لهذه الإصلاحات. أعتقد أن الوضع الأمثل هو أن نقوم بدعم الإصلاحات المصرية من أجل الأفضل للشعب المصري وللشباب وللاقتصاد. لكن طبعا أنت تعرف أن يعني البرسبشن أو الشعور في المنطقة أنه عندما يدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة أي دولة فالفقراء يصبحون أكثر فقرا، يتم تحرير الاقتصاد، وبالتالي لا يأتي هذا على الإطلاق لصالح الطبقات محدودة الدخل. يعني ماذا تفعلون لتغيير هذا الشكل أو هذا الإطار؟ هناك تاريخ طويل للتعامل مع مصر، لكن هذا الانطباع ليس في مصر فقط، في بلدان أخرى. هذا موضوع كبير أن نناقشه مع كل بلد على حدة، ولكن أعتقد إذا ما نظرنا إلى نوع الاقتراحات التي قدمناها في مصر خلال السنوات الأخيرة سوف تجدون بأن في الغالب تركز على أمور سوف تحقق الأفضل للشعب وللطبقة العاملة. وقد أشرنا إلى أن هناك فترة في مصر خلال السنوات الأخيرة عندما كان عجز الموازنة بين 10% و11%، أيضا الدعم كان 6% أو 7%. هناك الكثير أو معظم الموارد المستخدمة لتقديم هذا الدعم لا تذهب إلى الفقراء بل تذهب إلى آخرين. لماذا؟
الدعم كان ممثلا في أسعار منخفضة، فبالتالي إذا كان لديك سيارة فأنت تستخدم الأسعار المنخفضة للوقود وغيرها من الخدمات. لقد قمنا باستبدال برامج الدعم بطريقة أخرى، برامج أخرى تستهدف التحويلات النقدية مثلا للفقراء. نحن لدينا مخاوف للفئات المستضعفة والفقراء، وأيضا لدينا في السياسات اقتراحات بشأن البطالة والشباب في مصر، هؤلاء الذين أمامهم فرص محدودة للعمل. هذا النوع من السياسات التي نتحدث عنها ستكون جيدة في مصر المواطنين العاديين، ونأمل بأن يكون هناك حوار عاما بشأن ما نقترحه وما وكيف يمكن أن يؤثر على التوجهات في مصر. أعتقد ذلك سوف يتيح الفرصة لفهم الأمور التي نناقشها مع السلطات المصرية، ونرى بأن الصندوق يسير في الاتجاه السليم. لكنهم لم يطلبوا رسميا قرض من الصندوق. لا سيد ليبتون، طبعا انخفاض أسعار النفط عالميا أثرت على اقتصاديات دول منطقة الخليج، كيف تنظرون لاقتصاديات هذه الدول؟ كيف يمكن أن تتعافى هذه الاقتصاديات من هذا الانخفاض الكبير؟ من الصعب جدا التنبؤ بتوجهات أسعار النفط، توقعاتنا واسعة المجال سواء ارتفاعا أو انخفاضا، ولكن أعتقد بأن أسعار النفط ستظل منخفضة. موازنة في هذه البلدان اعتمدت على النفط وعائدات النفط، يجب أن يكون هناك تغييرا وتعديلا في هذا الأمر، ربما بطريقة نوعية. أعتقد أن الصعوبة الأكبر أن عدد قليل من البلدان هي بلدان مصدرة للنفط، وهناك حاجة لهذه التغييرات، فلها أهمية كبيرة. وقد حاولنا من خلال المشورة المالية مساعدة هذه البلدان لوضع خطط التعامل مع هذه المشكلة، لكن الأهم لهذه البلدان أن تبدأ عملية التغيير على المدى الطويل حتى تظل مستقرة واقتصادها يظل مستقرا لعقود. سيد ديفيد ليبتون، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.